السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي الأفاضل، وياكم هيثم النصراوي. واليوم راح نركز على النوع السادس من أسئلة اختبار الآيلتس، اللي وهو Matching Names Questions. بهذا النوع من الأسئلة راح تشوف قائمة من الـ Question Statements، وراها راح تشوف مربع يحتوي على قائمة بالأسماء، ومهمتك هي مطابقة العبارات مع الأسماء. قد تكون أسماء أشخاص أو نوع آخر من الأسماء. يمكن أن يكون هذا النوع من الأسئلة صعب. شنو هو السبب؟ لأن الأجوبة مو بالضرورة تجيك بالترتيب بالقطعة، وتقدر تستخدم نفس الاسم لأكثر من مرة، وقد تكون الأسماء اللي موجودة بالمربع مو إجابة لأسئلتك، يعني وجودها ما له داعي، لكن هنا يريد يختبرك في إيجاد الأجوبة. شنو التقنيات اللي نقدر نستخدمها حتى نحل هيك نوع من الأسئلة؟ بالبداية خلي خط تحت الكلمات المهمة بالأسئلة، يعني ما لك علاقة لا بالأسماء ولا بالقطعة، يعني الكلمات المهمة اللي راح تدور عليهن بالقطعة، مثل الأسماء أو الأفعال المميزة، لأن بعدين راح تطابقهن بالقطعة من تدور على المعلومات. بعدها سوي سكان سريع على الأسماء اللي منطيهن لك بالبوكس بالقطعة، هاي الأسماء تكون مميزة وما تتبدل ولا تجيك على شكل مرادفات، حتى بسهولة تقدر تميز كل اسم وتدور على الجواب اللي تريده. بعدها شنو تسوي؟ خلي خط جواهن أو دائرة، وحتى لو تكررت الأسماء هم خلي جواهن خط أو دائرة، حتى تشوف الفقرات اللي بيهن الأسماء وتقدر تميز كل فقرة يا اسم بيها. وراها اختار الاسم اللي يحتوي على أقصر وصف. شنو يعني؟ بعض الأسماء اللي راح تشوفها بالقطعة تحتوي على هواية من المعلومات، قد تكون فقرة كاملة أو فقرتين على اسم واحد، بينما أكو أسماء تحتوي على وصف قصير قد يوصل إلى جملة أو الجملتين. لذلك حاول تبدي بهذه الأسماء، لأن راح يكون من السهل قراءة معلومات قصيرة بدلا من المعلومات اللي تكون هواي واللي راح تدوخك إذا بديت بها من البداية. بعدين شنو؟ قراءة الجمل حول هذا الاسم، أي المعلومات حول هذا الاسم بالقطعة. وراها خلي خط تحت الأفكار الرئيسية في هذه الجمل اللي قرأتها عن هذا الاسم. بعدها شنو تسوي؟ بعدها قارن المعلومات اللي قرأتها عن اسم معين مع المعلومات اللي قرأتها وحددتها بالأسئلة. يعني شنو؟ يعني روح قارن اللي لقيته ويا المعلومات اللي بالأسئلة. ربما قد يكون اللي لقيته هو جواب لنقطة أو نقطتين، ماشي؟ لأن ذكرنا احنا بالبداية قد يكون نفس الاسم هو جواب لأكثر من سؤال، وقد المعلومات اللي عندك ما تطابق أي سؤال، فبذلك يكون الاسم المعطى ما له قيمة، أي ما يعتبر جواب لواحد من الأسئلة. وهسه خلينا نروح مباشرة لأسئلة اليوم. بالبداية من يكون عندك اختبار قراءة، أول شيء تقرأ العنوان. العنوان مالتنا اليوم هو شنو؟ Venus in Transit. أوكي؟ بعدها شن نسوي؟ ننتقل مباشرة إلى الأسئلة حتى لا نضيع الوقت. الأسئلة مأخوذة من كتاب كامبريدج التاسع، الاختبار الثاني، القطعة رقم 2. الأسئلة مثل ما تشوفون راح تكون بهذا الشكل، وعندنا هنا الأسئلة تبدي من 18 وتنتهي بالواحد 21. ونرجع نذكر ونكرر، أهم شيء تقرأ التعليمات واللي تقول هنا شنو، طابق كل عبارة مع الشخص الصحيح، وبعدها اكتب الحرف الصحيح بورقة أجوبتك. هسه شو نسوي؟ هسه خلونا نروح للأسئلة نقراها ونحدد الكلمات اللي بيها. عندنا هنا هسه السؤال رقم 18، شنو يقول؟ He calculated the distance of the sun from the earth based on observations of Venus with a third degree of accuracy. الكلمات اللي راح احددها هنا شنو هي؟ distance, observations of Venus, accuracy. السؤال رقم 19 يقول He understood that the distance of the sun from the earth could be worked out by comparing observations of a transit. الكلمات اللي راح احددها هنا شنو هي؟ distance worked out by comparing observations. Okay. عندنا السؤال رقم 20 يقول لك He realized that the time taken by a planet to go around the sun depends on its distance from the sun. الكلمات اللي حددتها هنا شنو هي؟ time round the sun، أو تقدر تقول go around the sun و distance from the sun. السؤال رقم 21 شو يقول؟ He witnessed a Venus transit but was unable to make any calculations. الكلمات اللي راح أحددها هنا شنو هي؟ Venus transit unable make any calculations. هسه خلونا على سبيل المثال
ناخذ الاسم اللي هو شي يقول يوهان فرانز انك اللي هو الخيار دي. انا شنو قلت لكم بالبدايه الاسماء تختارها مو الا بالترتيب ماشي. اللي وين موجود هذا الاسم لقينا معلوماته بالفقره اف. قراءه الفقره راح يكون عليكم اوكي. المعلومات اللي لقيت انا شنو هن هذا الاسم مالته تجي تقرا من عده يوهان فرانز وتكمل قول director of the Berlin وتكمل finally determined وتكمل the AU وتكمل based on all وتكمل وعندك هاي المسافة اللي قاسها وبعدين هنا قايل لك reasonably accurate for the time that is quite close وتكمل وإلى نهاية الجملة الحد in accuracy أوكي. هذه العبارات أو هذه المعلومات اللي لقيناها شنو بعدين أسوي أنا شنو قلت لكم بالبداية نروح للأسئلة ونقارنها. بعد ما قارناها وين لقيناها لقينا هاي المعلومات تطابق لي الفقرة رقم 18 السؤال رقم 18 عندك هنا شنو بالسؤال third degree of accuracy هي نفسها reasonably accurate والdistance of the earth from the sun هي نفسها الـ AU اللي هي شنو هي astronomical unit هنا حاط ليها بس مختصر بس إذا تريدها ككامل موجودة بالباراجراف B ماشي. أنا ليش أقول لكم دائما حملوا الكتب حتى تتدربون عليها. إذن الجواب مالتي هنا شنو راح يكون الجواب مالتي راح يكون دي يوهان فرانز انك. هسه على سبيل المثال خلونا ناخذ الاسم اللي بالاي اللي هو الادمن واللي وين لقينا معلوماته لقينا معلوماته بالفقرة بي. وارجع واذكر انه قراءة الفقرة عليكم ليش حتى اختصارا للوقت. المعلومات اللي لقيناها هنا شنو هي شي يقول he realized that from different latitudes that the passage of the planet وإلى آخره الحد فر وعدك هنا calculating وعدك هنا measure. بالمناسبة أنا شنو أريدك إحنا عدنا بالبداية من رحنا للأسئلة وحددنا الكلمات المفتاحية الكيورد أجي هنا أتذكرهن من أقرأ أوكي حتى بعدين شنو أقارن اللي ألقاه هنا ويا الأسئلة. هسا أنا بعد ما قرأت هذا الفقرة وبعد ما قرأت المعلومات عن هذا الشخص شنو راح أسوي أروح أقارن هاي المعلومات ويا الأسئلة اللي عندي اللي بالبداية أوكي اللي هي من 18 إلى وين 21. هاي المعلومات اللي لقيتها هنا تطابق لي المعلومات اللي بيا سؤال سؤال 19 اللي هي هنا أنا حددت كلمات distance worked out by comparing observations أوكي لأن هنا دي يقول لك هو فهم أنه المسافة من الشمس للأرض could be worked out by comparing observations of a transit. إذن الجواب مالتي هنا شنو راح يكون راح يكون A Edmund Halley. هسه وراء خلينا ناخذ الاسم اللي وين بالفقرة B اللي هو اليوهانس كاملر أوكي اللي لقينا معلوماته وين بالفقرة C وهم نرجع نذكر أنه قراءة الفقرة عليكم. المعلومات اللي لقيناها وين اللي هي بهذا السطر ده يقول لك يوهانس كاملر in the early 17th century وتكمل هنا يقول لك has shown that the distances of the planets from the sun govern their orbital speed which were easily measurable. هاي المعلومات من أخذناها وقارناها ويا الأسئلة لقيناها الطابق السؤال 20 اللي عندنا هنا شي يقول around the sun أو go around the sun اللي هي نفسها orbit or orbital. فإذا هنا الجواب مالتي ايش راح يكون راح يكون البي اللي هو اليوهانس كيبلر. عندنا هسه الاسم الأخير اللي هو الجليم لو جنتل اللي هو معلومات لقيناها بيا فقرة الفقرة دي والمعلومات اللي لقيناها هنا شنو ما تقول عندنا the person who deserves most هذا sympathy is the French هذا اللي اسمه ويقول لك هنا بالأخير من المفارقات انه بعد ما قطع ما يقارب هلقة كيلومتر غابت رؤيته. هنا غابت رؤيته شنو معناه هنا clouded out at the last moment معناه شنو يقول لك غابت رؤيته في اللحظة الأخيرة وكانت تجربة محبطة للغاية. إذن هنا هسه هاي المعلومات من أخذها وروح أقارنها ويا الأسئلة أنا ما عندي بس سؤال أخير بقى اللي هو شنو السؤال 21 شي يقول هنا he witnessed a Venus transit but was unable أوكي لما قال هناك غابت نظرته أو رؤيته في اللحظة الأخيرة وكانت تجربة محبطة للغاية فهنا شنو معناها was unable to make any calculations أوكي. إذن الجواب مالتي هنا شنو راح يكون راح يكون C. وهذا كل ما يتعلق باختبار اليوم ونوع الأسئلة مالتنا وأتمنى أنه نال إعجابكم وإن شاء الله نلتقي باختبارات ومواضيع أخرى. مع السلامة.